السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أخوكم سجاكم مقطع جديد مقطع كول أوف ديوتي وورلد أت وار، المقطع أماكن سرية في المقر اللي فيه تاخذ الإكس بي وزي كذا، تسوي فيه تحديات زي كذا. أماكن سرية فيها كور، هالكور راح تعطيك إكس بي بدون ما تسوي شيء، بس تروح تاخذ الكورة ويجيك إكس بي. وبعلمكم من الطريق الأماكن زي كذا. هذا البداية، تروح هنا عندي الحجر، تنقز عليه اكس، او ما تنقز هذا وراء، تنقز هنا هذا المكان، تشوف الكورة اخذناها، هذه راح يجيك اكس بي. انا ما جاني اكس بي، السبب لاني اخذتها من قبل، اذا اخذتها مرة ثانية ما عاد يجيك اكس بي. نتكلم في مكان ثاني، تروح مع الطريق الفيديو، تيجي هنا تلف يسار، ترقى فوق هالشيء المربع، تيجي هنا ترجع في اخر شيء، ثم تنط على الزاوية نفس المكان، تيجي هي صعبة لكن حاول أكثر مرة. أنا صراحة ما أضبط معي من أول مرة ولا ثاني مرة، قعدت مرات كثير عشان أضبطها، فراح قص المقطع وراح وصلت أضبطه يعني جلتش زي كذا، فبجيكم. مو جلتش ماك السري. زي ما تشوفون زي الفيديو، خلاص قررنا نسويها. أول ما تسويها راح تجي هنا عند في الزاوية، ثم تحاش في حاجة هنا لازم تنقزه، فتجي هنا تنط على ذي، ثم تنط هناك، ثم تنط هنا، فيه هنا زي بزول زي كده حق المويات، تنقز عليه، ثم هنا حديد، تنقز على الحديدة ذي على اليمين، ثم هنا تجي إكس وتروح مع الطريق هذا اللي ماشي معنا أنا. وهنا في مكان تدخل معاه اليمين زي غرفة تدخل معاها، فيها هنا الكرة تاخذها راح يجيك الاكس بي. كيف ترقى فوق؟ راح مع هنا يمين، ثم تنقز على الحجر ذي، ثم تنقز على الحجر اللي جنبها، خلاص رقيت هنا فوق، تشوف الماب كامل. في حركة تجيب اكس بي بعد، تيجي هنا تنط من فوق، اذا نطيت من فوق راح يجيك الاكس بي. وهذا هو الشرح، اتمنى الشرح عجبكم، لا تنسوا لايك سبسكرايب. في امان الله.